التكبير المطلق يبدأ بدخول عشر ذي الحجة، فهو الآن قد بدأ الآن قد بدأ ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق ومعنى كونه مطلقا لا يتقيد بأدبار الصلوات، يعني لا يكون بعد أدبار الصلوات بعض الناس في في أدبار الصلوات يكبر هذا لم لم يبدأ وقته بعد التكبير الذي المقيد بأدبار الصلوات يبتدئ بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إن كان رمى الجمرة إلى عصر آخر أيام التشريق طيب يعني هذه السنة تساهل فيها كثير من المسلمين فرحم الله من أحياها بقوله وفعله من أفضل الأوقات التي يمكن أن تحيا فيها هذه السنة بين الأذان والإقامة إذا دخلت المسجد بين الأذان والإقامة وأتيت بالسنة الراتبة أو تحية المسجد فكبر وارفع صوتك حتى يقتدي بك الناس وحتى تحيا هذه السنة كان الناس قديما يعرف أن العشر دخلت بالتكبير يدخل الإنسان المسجد ويسمع الناس يكبرون وترتفع أصواتهم وتلهج بالتكبير أما الآن يدخل الإنسان المسجد وما يسمع أحدا يكبر فينبغي إحياء هذه السنة